هاي، انا لارا واهلا بيكم معايا النهارده في فيديو جديد. انا كل سنه في الفتره دي اللي هي قبل الاعياد، قبل كريسماس وراس السنه، بحب اجو ثرو البيت واشوف لو في اي كراكيب او اي حاجه ممكن اتخلص منها قبل السنه الجديده. فانا بعمل كده السنه دي، قلت طب ما انا اي شود شير معاكم الحاجات اللي انا لقيتها في البيت، لانه ام بريتي شير انها في بيوتكم انتوا كمان، يمكن مش كلها بس في حاجات كتير جدا منها ام بريتي شير انها في بيوت اغلبيه الناس. فيلا نبتدي. النهاردة هشير معاكو 12 كركوبة المفروض تخلصوا منها في أسرع وقت. أنا لحد دلوقتي I have no clue إيه اللي بيحصل في الشرابات، بس الشرابات بتضيع somehow، معرفش بتروح فين. الواحد يعمل غسيل، يجي بعد كده يطبق الشرابات، يعملهم match مع بعض ويلاقي إنه أوكي واحد ملوش أخ. فبنعمل إيه؟ نقوم سايبينهم في الدرج، نسيبهم بقى شهر اتنين خمسة وننساهم بعد شوية أساسا. بس ما هو لو ما طلع لهمش اخوات بعد غسلة أو غسلتين، chances are مش هيبان لهم اخوات تاني. فبصوا كده في الدرج بتاع الشرابات بتاعكو واخلصوا من أي شراب ملوش اخوات. الهدوم، أي هدوم فيها خروم، هدوم منسلة، مبقعة، أي حاجة فيها دفوهات، بس سايبينها برضو في الدولاب عشان بنقول you know what، خليها هلبسها لما أجي أنظف البيت، أو هلبسها لما أجي أعمل أي project عشان ما بوظت هدومي. أولا أغلبية الوقت ما بنستعملهمش أساسا وما بنلبسهمش، ولا حتى لما بنيجي ننظف، ولا لما نيجي نطبخ، ولا لما نيجي نعمل أي project، بنلبس اللبس بتاعنا العادي جدا. وتاني حاجة، لو انتوا فعلا عايزين تخلوا هدوم علشان تبهدلوها في شغل بيت أو whatever، خلوا حاجة، خلوا حاجتين، مش شرط تخلوا 10. ما انتوش محتاجين 10 حاجات فيها دفوهات قاعدة في الدولاب مستنية انه في يوم من الأيام تتلبس في شغل بيت. فافتحوا دولابكو كده وافرزوا الهدوم وشوفوا لو في أي هدوم فيها دفوهات ما انتوش بتلبسوها اخلصوا منها. انا كذا مره يجي يبقى عندي برده وعندي كحه او عندي الرجي او حاجه، اجي افتح الميديسن كابنت بتاعتي عشان اجيب الدواء، ابص عليه الاقيه اكسبايرد. المشكله ان احنا ما بناخدش الوقت انه نجو ثرو الميديسن كابنت اللي عندنا في البيت ونبرج الادويه اللي هي اكسبايرد دي من عندنا ونجيب بدلها. فالنهارده اي انكورج يو انه افتحوا الميديسن كابنت بتاعتكم دي، ولا الدرج، ولا wherever انتوا بتخلوا الادويه بتاعتكم موجودين فين، بصوا على الادويه اللي عندكم واخلصوا من اي دواء اكسباير وحطوه على ليستا علشان تشتروا بداله وتغيروا. رابع حاجة هي كل البيزنس كاردز اللي احنا for some reason عاملين لهم collection. In my opinion انا مفتكرش انه اي حد المفروض يخلي عنده بيزنس كاردز، كلنا ماشيين بسمارت فونز، ممكن ندخل الكونتاكتس بتاع الناس دي في السمارت فون بتاعنا في الكونتاكت ليست، او ممكن ننزل اب بتعمل سكان البيزنس كارد وتعملوا ستور عندكم في التليفون، يبقى it's very conveniently على التليفون اللي انتوا بتستعملوه علشان تتكلموا او تعملوا ايميل، يبقى كل الكونتاكت انفورميشن دي موجوده وما انتوش محتاجين انه تخلوا البايل بتاعت البيزنس كاردز اللي عندكم في البيت. كيبلز، وايرز، تشارجرز، اسلاك 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 اسلاك، ما عندناش فكره اساسا هي بتاعت ايه، بس بنخليها كل ما نلاقي سلك ما احناش عارفين هو بتاع ايه نحطه في العلبة دي ونسيبه، نقول اه هنستعمله في يوم من الايام. او ساعات مثلا يبقى كان عندنا تليفون قديم او اي حاجة قديمة هي تبوظ وتترمي ونسيب السلك بتاعها برضو، نقول يعني حرام السلك شغال وممكن هستعمله في حاجة تانية بعدين. بس the truth is ان احنا عمرنا ما بنستعمل السلوك دي تاني، لان احنا اساسا ما بنبقاش عارفين هي بتاعت ايه anymore. فبليز لو عندكم العلبة دي في البيت او الدرج اللي هو مليان سلوك ده، اخلصوا من كل السلوك دي وكبوها في الزبالة. كل الانستركشن مانيولز اللي بتيجي مع ابلاينس او مع الكترونيك ديفايس او مع اي حاجة، انا شخصيا عندي شيلف كده فوق في المطبخ، كل ما بتجيلي اي سمول ابلاينس او اي الكترونيك ديفايس او اي حاجة باخد المانيول بتاعه واحطه هنا. فعندي بايل قد كده اهو بتاعت انستركشن مانيولز، عمري ما بصيت فيهم وعمري ما هبص فيهم، ولو احتاجنا اي انفورميشن ما احناش محتاجين لاي كتالوج من الكتالوجات دي، لانه كل الانستركشن مانيولز وكل الانفورميشن اللي احنا محتاجينها على اي
appliance او electronic device في الدنيا موجود online وببلاش. فخد البايل دي كلها وحطوها في الريسايكلينج بن زي ما هي. نفس الحاجة للعلب بتاعة الابلاينسز والالكترونيك ديفايسز. يوجوالي الناس بتخلي العلب دي عشان الوارنتي او الضمان. I would suggest انكم تخلوها للفترة اللي هي الريتيرن بيريد. لو اشتريتوا الحاجة من محل مثلا وعندكم شهر عشان ترجعوها, خلوها لمدة الشهر دي علشان لو محتاجين ترجعوها المحل. بس بعد ما الريتيرن بيريد دي تخلص ما انتوش محتاجين تخلوا العلب دي, حتى لو حصل لها حاجة تاني بعد كده ومحتاجين انكم ترجعوها تاني للمانيفاكتشر او whatever, ما انتوش محتاجين العلبة لانه السيريال نمبر بتاع الجهاز مكتوب على الجهاز نفسه. فدول كمان خدوهم زي ما هما وحطوهم في الريسايكلينج بن. تامن حاجة هي اللعب, وانا ما بتكلمش بس على لعب الاطفال اللي هم ما بيلعبوش بيها anymore وكل الكلام ده. طبعا كل الحاجات دي لازم نخلص منها. انا بتكلم على لعب الكبار, كل البورد جيمز. I bet you انه لو بصيتوا عندكم في الستورج او في الكلوزت هتلاقوا اتليست في واحد او اتنين بورد جيمز بطلتوا تستعملوهم, بطلتوا تلعبوا فيهم. وساعات حتى الجيم بيبقى لسه في الامبلاج بتاعه ما تفتحش اساسا. فبصوا على البورد جيمز اللي عندكم, لو حاجة انتوا لسه بتلعبوا فيها طبعا خلوها, بس لو اي حاجة بطلتوا تلعبوا فيها من زمان او ما فتحتوهاش اساسا, اعملوهم دونيت لحد تاني ممكن يستفاد منهم وممكن يتسلى بيهم. نمرة 9 هي السوفينيرات اللي بنشتريها لما بنسافر. طبعا في ناس عندها كولكشنز, بس دي كولكشن ومحطوطة في فيترينا وكل حاجة, فلو هي حاجة كده خلوها طبعا. بس انا بتكلم على كل النيك ناكس اللي بنجيبها علشان دي كيوت دي فكرتها حلوة وكل ده, وما بنشوفهاش تاني لانها بنحطها في ستورج, بنحطها في علبة, بنحطها في اي حتة, بس بتبقى it's sitting on a shelf collecting dust. فلو عندكم اي حاجة من السوفينيرات دي اخلصوا منها, ادوها دونيشن لأي حد تاني ممكن فعلا هو يستفاد منها او يحبها او يستعملها او يحطها عنده في البيت ديسبلاي. عشر حاجة هي الجريتينج كارت. طبعا انا ما بتكلمش على الكارت اللي بيجي من حد عزيز عليكو ومكتوب بخط ايده وكلام جميل جدا وانتم خلينه سوفينير. انا بتكلم على الكروت اللي بتيجي اللي هي بتبقى يدوب مكتوب فيها هابي بيرثدي والشخص عامل ساين تحت وارفاري ميرسي. طب ما ملهاش اي معنى, انا خليها دي ما هي ولا سوفينير ولا اي كلمة سبيشل ولا اي حاجة, انا مخليها كارت ده ليه؟ ولا الاحلى من كده, لقيت كروت فرحي. يعني انا متجوزة من 9 سنين ونص وكلها كروت اللي هي بتقولك الف مبروك مش عارفة ايه وامدى, الف congratulations وامدى. طب ما يعني انا ليه مخليه الكروت دي ولا بصيت فيها في العشر سنين اللي فاتت, محدش بص عليها اساسا. فلو انتوا عندكم نفس المشكله بتاعتي دي, اكشلي اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو انتوا عندكم نفس المشكله دي ولا لا, بس لو انتوا عندكم نفس المشكله بتاعتي دي please do yourself a favor, go through الكروت اللي عندكم دي كلها وخلوا الحاجات اللي هي special او meaningful, واي كارت تاني ملوش معنى حطوها في الريسايكلينج بن. next item هو الغطيان بتاعت الحلل او العلب اللي ملهاش ولا علبة ولا حلة. ليه؟ علشان بتبقى حلة باظت ورميناها, او علبة كسرت او ضاعت ورميناها, ونقول حرام نرميهم, ما ده غطى زي الفل هو شغال, ما انا اخليه واستعمله في حاجة تانية. واللي بيحصل ان احنا عمرنا ما بنستعملهم تاني. كل اللي بيحصل انه الغطيان دي بتبقى قاعدة في الكابنت بتاعت المطبخ واخدة space for no reason. فبصوا في المطبخ بتاعكو, لو عندكو اي غطيان ملهاش كنتينر او ملهاش حلة اتخلصوا منها على طول. واخر حاجة I save the best for last. ladies, كم مرة بنروح محلات وناخد samples بتاعت كريمة للوش او ماسك او ميك اب او برفانات صغيرة او اي بيوتي برودكت, اي حاجة بيدوها لنا بناخدها ما بنقولش لا,
وناخدها ونجيبها البيت، وعلى اساس انه هنستعملها وما بنستعملهاش، بس ما بنرميهاش علشان بنقول لا حرام انا هستعملها، والايام تجري والشهور تجري وما بنستعملهاش اساسا خالص. فبصوا كده في الدوليب عندكم بتاعت الحمام، بتاعت الكوافوز، بتاعت wherever انتوا بتخلوا البيوتي برودكتس بتاعتكم، ودوروا على كل السامبلز اللي بقالها عندكم شهور ويمكن حتى سنين وخلصوا منها. ودول my friends كانوا ال 12 كركوبة اللي I believe المفروض نتخلص منهم في أقرب وقت ممكن. فI hope انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ويكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انتوا جداد في الشانل ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وحشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. باي.